بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض والاستحالة والنفاس سير هذه لو إمامين إلا باس حيض كين سيار لترزمي ولما كانا شنو كاستحالة ونفاس كالتابعين له تابعي حيضينا لأصالته شنو كحيض أصل ترى. أما الاستحالة استحالة فواضح استحالة هر حيضة حيضة شبر دوام دينا استحالة. وأما النفاس هذه نفاس له تابعي حيضية فلأن أكثر أحكامه بطريق القياس عليه أغلبي وش حيضية وغلبة أحكامه غلبة أحكام حيضية غالب تلو بترو لبا عندي باسي أو حيض أصل ترى لنفاسي لبا عندي ولما كان أو أفرده جوابي لما ولما كان وهوها أفرده بالترجمة لو بحث حيض كرد ناوي نفاسه ناوي استحالة نينا وهو حيض سيا لغة السيلان أو بروا وشنا لنا حوز حيض أوها وشرعا شرعا وشرعا بصدر دم زبلة خير شيء طبيعية بشر خوي تعالى داينا أفرتا أو خيني ليدي يخرج في وقت مخصوص عند كارتي ديال كراوي هي على مانجي عند الروجان أو أخيني ليدي بأمر رب العالمين. والنفاس هذه نفاس سيا الدم الخارج بعد فراغ الرحم وش افرد عيب نبي من داربو او من داربو او خيني لنوزر فكا رحم وش علاقيا من دارك هات اخواري او خيني لدوايا ديت اخواري او درنني باس هذه استحالة سيا والاستحالة ما عداهما على الاصح بس قولي اصح استحالة شخينا كدي نا ايامي حيليا نا ايامي نفاسش. والقول بأن بني إسرائيل أول من وقع الحيض فيهم لأن بنو إسرائيل أول قوم كأفرتيان كتحيسي أو يبطله حديث الصحيحين أو قصيبة تاردك حديث مسلم وبخاري هذا شيء كتبه الله على بنات آدم أو اشتكى خواهي قبره لسر جناني نسي جن خناري لسر بنو إسرائيل. أقل سنه 9 سنين يعني قبل حزح وأخان مش هيبوه ها أو بنادي آدم نبوه دبي إيش هيبي شيء ها أو كشي حزح آدم نبوه خو بنات أو ها أخذنا بنات آدم معنا دقر بني آدم يعني بشر حضرة عواج وبدكري يبطل حديث الصحيحين أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له نظر إلى أول من حال أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة لأدمينك هذه أتوش بخين دادينا دو داريت بخين دادينا دار دين حزرتي حواء شبو بس شكزور جد معلومني أقل سنه الذي يمكن أن يحكم على ما تراه المرأة فيه بكونه حيضا في شي وقت من دار الشاشة حفتة هشتة خليني شي لقلبي بي تسنية ونخوشية بلن أقل سار كأما بتواني برن حيضا 9 سنين نوسار كعمري نوسار توابو زائزة بكوت حيضا يعني بلوغي ببي جن قمرية نو مانجي قمري نو مانجي قمري مانجي قمري هر ساره در روشي كم ترى لساره كاني ديكا يعني بساري ميلادية ويستاوة شدن موالد نو هتو موالد 2000 اوا نو مانج نو زاران دادكا نو هت روش سيماك كم تريش بي لنو مانجي دبي بساري استا بساري استا سيماك كم تر لنو ساريش درستا افراد بكو تعيلي اي استكمالها تواو نو يكي تواوكا همو دمشي نو يدبي تواوكا إلا إن رأته أقر أو جنيا أو خيني ديد قبل تمامها إيش تان نو سار تواو نبو بدون 19 يوما بلياليها شازد روشش نمابو لو نو ساري شازد روش نمابو
سنشي أقل حيضة يوم وليلة أقل تغرين بين الحيضتين أيش بازر روجة لك شازدة أقل أنو ساري شازدر روجي كم تربي باي حيضة كنت تغرشي مايا وهونيا بس أقل شازدة كم تربي ما وقت سنيا باي حيضة تغرشي ناكا كابر أقل أحو الشيح روزانا تسي الشيح أقل أمبري وما مستدرسي أقل إشا شي زلولة تجمو أو بالدنيا أقلس أنا كم تربي للشعب كم تربي للشاذلي حرب شاذ بنو حسابه حرب نوع حسابه فزعموا إيه باشا 16 يوما بلياليها دبي شاذ شو شاذ روش كم تربي أوش أر دكاتم هذا كاتون وصار فرقيني إلا إن رأته قبل تمامها بدوني 16 يوما بلياليها سيدريكا اول ميت كان يدري من الصباح دري نجلس لك بدا دري لحنات يا من الصباح بي بلى من الصباح هذا باش من الصباح هو ما دم بخوي تليفوني من الصباح هيو كافيا ايه فزعموا ايهام هذا فزعموا إيهام هذا أو زكا وهذا وهم إنساني دخي أو عبارة مسنفي كذا تسعسنينا زعم ينكبر ديها أن التسعة كلها ظرف للحيض ودقيني أو نصارها مو يا حيضي معناه أنت كان لذايتها وديت يان أقل سنه تسعة سنين أقل ساري كشل على الحيض دابي نصار دابي نصار النصيب لحيضي أو هاي المعنى لذايتها تسعة سنين أن كديت الظرف له حيضي حيلا كذا من دو ساران لحيل دابي يهو كده بيهو فزعموا إيهام هذا أن التسعة كلها ظرف للحيلي ولا قائل به كشش أقصين كرديا ليس في محله أو زعم لمحلين معناه غلط لو لأنه إنما يوهم ذلك لو كانت التسعة ظرفا أقل تسعة كظرف بايا أقل سنه تسعة سنين أو هابا تسعة بظرف خوانية وهي هنا خبر لأن خبري أقلية أقل سنة تسع سنين كما هو زليون وشتشي أشكرايا وشتان ما بينهما زرفاتي وخبراتي زيوازا معنى شان زيوازا ولا حد لآخر سنه آخر سن حدودينية حد آخر سارة برم لو ساري زياتر قد حيضينا بي شن هي ودبي وشي خزاني حضرتي زكريا خزاني عزتي إبراهيم عمري هشتا سار وحيد الشديد فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال أن يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي عين ولا عد لآخر سنه باش لو حدودين ادي نار جن لشستو دوي لو هي وقت ايضا نابيني ولا ينافيه تحديد السن الياس ب 62 سنه كدرين شستو دو حد ياسا او منافين يا لو لانه باعتبار الغالب حتى لا يعتبر النقص منه ادي لو هند يا وبي لشستو دوي كم تر سن ياسين يا اقنا لها وراسني شو دبي حيل دبيني كما ياتي ثم وإمكان إنزالها أو بحث إمكان حيضيش نارتك أدي أقر إنزال مني ببي لسندي ممكن دبي إنزال مني ببي وإمكان إنزالها كإمكان حيضيها أو جنو فرقين أدي لو قرآن قرآن فرق قرآن زدايا نونية بخلاف إمكان إنزال الصبي لا بد فيه من تمام التاسعة دبي نصار تاو بإقرار أو نصار أجر بركب تنش باقيدين أبو فاز الروش كم تنش باقيدين أبو بخلاف إمكان إنزال الصبي لا بد فيه من تمام التاسعة والفرق حرارة طبع النساء جن تبعتيان قرمترا زوتر دكونا عيض الإنزال
والعوزة أنه لا فرقة أوزاها وهو في الرازينية كل شيء وشي يقدر ثم رأيته صرح بذلك في المزموع الإمام إنه يبخوي لمزموع فرموتي حيث زعل الأصحاء فيهما لحيض لإنزال استكمال التسع أي التقريبي المعتبر بما مر فردو قوتيتي لنوي أقل فازدر شازدر فازدر سيزدر ساردر فازدر روشش كمتربي قيدين أكما يعني كل نصالية بعض أوش دبي زائزة يجوزو بزوري ويلا فازدر يعني. وزاد في الصبي وزهن أي ما منه إلى مجموعة دري لقران وزهة شديش هيدرن تسع ونصف نونيو ووزهن عشر سنين هذا شدرن دسع وأشار إلى أن الإمام فرق كبسية بأنها أسرع بلوغا منه جنس البلوغ دبي أي لأنها أحر طبعا منه وزلو إيه قران نونيو هيو دي هيو إيه أفرتان لنوي فازروجش كمتر بقيد وأقله زمنا أدي أقل يوم وليلة أي قدرهما متصلا يوم وليلة نشي متصل متصل يعني بستوصار ساعة بستوصار ساعات ببي وهو 24 ساعة بستوصار ساعات وإن لم تتلفق إلا من 14 يوما مثلا با او بيشتو تسار ساعات ايه تسار در روشان بي إن لم تتلفق إلا من 14 يوما مثلا إلا ايه تسار در روشبو او بيشتو تسار ساعات بيشتو تسار ساعات متصل معنيوانية او آوهاد او خوينك هاد حتى بيشتو تسار ساعات انقطع النبي نا معنيوانية ما نروج أول ساعات بروج ديك أزاري برا وروج دوم ساعات بروج دوم ساعات بي حتى تصار در روجان بيجميري هموي بعيش تتوسيك دبي بيت مش تصار أو دبيت حي متصل معنى أوعي وإن لم تتلفق ولو بيجنا كوي تلفيق بكري يعني بيني أو ربيني وقع يدوني بكي بيخي يدوني وقع يبيني بيخي اي اورو قسمي بيخي ودك التلفيق عمو خينا كان بايو سيقلي بموبايلي بموبايلي بريتشي مانجي دو ساعات بو دوي مانجي سي ساعات بو ساري مانجي نيو ساعات بو بيرجي مانجي دو ساعات بو همان بايلي بايو سيقلي بك بيشو سار ساعات اوزا اوتوا ودك متصل بناء على قول السحب الآتي آخر الباب او دينا قول السحب السحب كهمان بيقلي بايو سيقلي وسيأتي ثم ما يعلم منه أن المراد بالاتصال أن يكون نحو القطنة مثل اللوكا بحيث لو أدخل أقر عفرتك لسر عدب خدانه تلوثا لو أن بلوكا لسدانا بزرد هردقرا سور هردقرا وإن لم يخرج الدم ولو دم يخينش لينه أبزل لشندر دانه إلى ما يجب غسله في الاستنزاع أو ذكر الاستنزاع وازبا بشوري أو اندر لوكا لسدابنا لوكا كبيز مبي متصل معنى أوه معنى أوني وشيلو لي مسيني دائما بتخواني وأكثره زمنا 15 يوما فازدش و فازدروش بلياليها بشوروش فازدش و فازدروش وإن لم تتصل با متصل إجده بيوشي دمي ديني همو باوي وسيق دينا بلا فازده زيادة وغالبه 6 أو 7 غالبه 6 و 7 كل ذلك أقصانة كوتزاني أو جني دنياهم كو كشف كرا در كل ذلك باستقراء الشافعي رضي الله عنه حموي تحقيقات امام الشافعي كديتي خو انجني سم مختبر نبوه فحص نبوه او كويسان يا رب العالمين بل صح النص بالاخير او اخيري كشش حفتا نص الى سرا نص الى سرا الحديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو شنو شي بحس كديا ناوي حب نبوة. سبعة ذي قربان. كشش وحفتة. غالبا شش وحفتة في غمر سار سملوش نشي واي بحس كرديا. مستحالة بو فالمش شاي وحفتة ليه قربك عايل أو اللي كشتها متورة. ديار غالبا شش وحفتة. وأقل زمن طهر بين زمني الحيضتين. هذه لو حيضي حتى أو حيضي وشفاق بوا أقل كيسان دا 15 يوما
بلياليها أوش بازنا شو بازنا روشا لو لأنه أقل ما ثبت وجوده أوش عين أو هتفتيش كرايا جل ك ك ك لحيل إخلاص بو حتى بازنا روش ديكا إزنا كتو حيل قد قد أما بين حيل ونفاس أو بين دو حيلة ألي لبين حيل ولنفاس فيكون أقل من ذلك ما شرني أو بازا شو بازا روش كم تريش بيدبي تقدم الحيل أو تأخر حيلة كد ودبي جن لحمليلة حملي هيا حيلة دبيني حيلة كخلاص وراز من داري دبي توشي نفاس دبي يعني توشي نفاس من داري بو نفاس بو تسل روشة كي خلاص بو راز دك وتحيل أوش بل لو رأت الحامل حامل لا فرزة حامل ناك وتحيلي بل لا فرزة أجر حيلي دين يوما وليلة دما خويني ديتو أو حيلة ونيا قبيلة تلقي فيش تلقي مجاني من داربوني كان حيلة بو حيل ولو رأت النفاسة أو بو حيل ثم ولو رأت النفاسة ستينة أديق الشيس روجي تواول نفاسها ثم انقطع لدبا اخلاص بو ولو لحظة يقل تساق سيني بيتشو ثم رأت الدماء لدبا الشور رجع شخين ديد كان حيضا اويدو من حيضا ادي بخلاف انقطاعه في السين في الستين برما قهيش تاشيستك اخلاص نبوبو فإن العائد لا يكون حيضا هنجيني مري حيضا هدي فاسي عشتا اخلاص نبوها إلا إن عاد بعد 15 إلا قوش قطع بو باز دشا و باز دروش بيتشو و دكات تغري بين الحيلتين أو زخليني دي توه هنجي بري حيلة أو أحكامات أنا كبو النفاذ هي أحكامات حيلة جوازة هنجي شي جوازة بس زوري ياشمو شيكا ولا حد لأكثره إجماعا أكثري حيلة أكثر كي أكثر تهري أكثر تهري حدينية داخل سندا أقل باز دي أبرن أكثر كي ديارنية لو سنشي جن هلو هي حالي حنبيني نبيني فإن المرأة قل لا تحيل أصلا وغالبه غالب كي سندا بقية الشهر بعد غالب الحيض السابق غالب حيض سند وششو حبت نبو وان دي ما ودمين يتو سند اگه شش بی دمینه بیستو سار اگه حفت بی دمینه بیستو سار ولو اطردت اگر وابو مترد بو عادت امرأت او اکثر عادت اجنچی یعنی یکچی یعنی زیادر لجنچی بمخالفت شیئن مما مر مخالفه او چتانه کرد اقلی تهری پازدنه بو کمتر بو اوها یعنی أكثري حيضي لفاظدي زياتر بو أوها أو يعني تسي أما قطمان وحانا نبو أو شروطاني أما لماندانا وانا بو لم تتبع جيمدي إلا بجيري أو قواعدي أما دامان ناتو أو حكم لوكا لو لأن بحث الأولين أتمه بعسي علماء أولو وشافعي وانا كباسي أنكرديا أو أنت استقراء كراو تفتيش كراو برسيار كراو أو يقولو داني أما تسمعون قد أوها أو قواعد لسا التطبيق بك أقل حيضي يوم وليلة أكثره 15 غالبه 6 أو 7 وأقل تهرين بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لي أكثره أوها لأن بعث الأولين أتموا وحمل دمها على الفساد أو أبريت أنه بتسيل يدكي بلو فساد النخوشي برنا خوشي أو سنية وحمل دمها على الفساد أولى من خرق العادة المستمرة باشتر اللي ويأتوا بالسيقسي أو علماء أمان حلوشيني ولوخات لي في رجنشي وقد يشكل عليه برنزارج دبت إشكال لو خرقهم لها أدي لو عند الزارن جد نقص في رجني عادة علماء خرق ذكا كنجي برؤية امرأة جنك ديتي ما بعد سن اليأس فاش الشيس تدوي عمري حفتا ساربو لشيس تدوي أو سينما لم يجل أي ستاشن أطالة سنة سلو بنزي لبنزي عندا كوتايبي هاد عمري بو حفتا سار لنكاورا كتحيلي إيه وطسيا بري حيلة هو حيلة
وحكى حيث حكموا عليه بأنه حيض دلوا حيضا وأبطلوا به تحديدهم له بما مر أو شيء استودوا غرشتان حسنا من الجرة لعبتها ساري جنبك وتحيله يجوزوا أمر خواه أمر خواه أتباع شلوغ ليرجد دا بيرجنة دمي دي قوت جينا دمي وقد يزابوا لهم هيد زاب دمو بما مر آنفا أن ذلك أن ذاك أو شيست دواء تحديد بالنسبة للنقص عنه لا غيره بالنسبة النقصية أو شيست دواء كمتر يعسناني أدي أغنى لعورا سرج وده بحيل ده هو يك وبأن الاستقراء أو تفتيش كدنا وإن كان ناقصا ما ناقصش بي فيهما لسن اليأس لحيضي سن اليأس حيض أو وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتمو أنا استخيت هام فيهما في العيض والسن اليأس فيهما وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتمو لو وبأن الاستقراء فيهما وإن كان ناقصا با نقصان يجبي يا الله فيهما في العيض والسن اليأس لا عيض لسن اليأس با ناقص يجبي لشيست دويك متنابي عيلش سند حروية لكنه هنا أتمو لحيلي أتمترا في الحيلي بلي إيه حيلي أتمترا لسن اليأسي لو بدليل عدم الخلاف عندنا فيه سنشي لحيلي اختلاف تدانية بخلافه ثم برسن اليأس اختلاف تداهب بخلافه ثم يعني لما يأتي من الخلاف القوي في سنه أدي سنو لي اختلاف كذا يا أوزلو سنو لي أسك زور مهمنيا كشست دو دان درا على حبتاش أجز زنجن أفرد ببين قيدنا كبرن أي حيله كذا دان درا حيل كو حلو ها قران كارين أو قاعدة أدي أز هو بو اختلاف لسنو لي أسي باش هو اختلاف هالشيء ديشها وفي أن المرادة نساء عشيرتها أو كل النساء أو كل النساء يمراد في إلا عشيرتيش نكيا يان دقر حمو جنة دنيا يمان دايا مراد ومرادي كي ها مرادي كي مرادي وأن المرادة وفي أن المرادة نساء عشيرتها سن اليأس عندك درس سنو لي از اوي عشيرتي كنج كتنا ما يوساتي انجي عندك درنا جني او زماني عمو كنج كتنا يا از اوه او زو ابن ابو اختلاف بو اختلاف وعليه اجا كل النساء اجمي المراد في سائر الازمنه دقا حمو زمانا شدا او زماني هايان الى زمن جنك فهذا كله مؤذن بضعف الاستقراء الزمان ما بديار السنو لي أسكا استقراءكي ضعيفة فلم يلتزموا فيه ما التزموه في الحيض أو إلى حيضي على الالتزام كل يحيض قران كارين لا تستري برن عويدي قران كارين لا تستري فتأمله فإنه مهم أنه لظهور التناقض في كلامهم ببادئ الرأي وصلى الله على سيدنا محمد ورحمة الله عليه